هذا ما تبقى من منزل عائلة اللحام بمدينة خان يونس جنوب غزة. أباد الاحتلال الصهيوني جل أفرادها في غارة ليلية شنها طيرانه الحربي الذي أمطر مدن وأحياء القطاع بقصف متواصل منذ السبت الماضي. بعد ليلة دامية وجهت فيها قوات الكيان الصهيوني مئات الضربات الجوية على قطاع غزة، استيقظ سكان منطقة المواصي غربي خان يونس على نبأ استشهاد 14 فردا من عائلة اللحام، مع استهداف الكيان سيارات إسعاف حاولت الوصول إلى المنطقة. هناك عشرات الضحايا، لا زالت سيارات الإسعاف والسيارات المدنية تقوم بإجلاء الضحايا من هذا المنزل الذي تم استهدافه بشكل مباشر، وهذا يرتفع بعد ذلك عدد الضحايا إلى ما يزيد عن 700 شهيد حتى اللحظة وأكثر من 400 جريح. في خان يونس المنكوبة أغارت طائرات الاحتلال دون تحذير أو سابق إنذار على منزل عائلة القرة في منطقة بني سهيلة، مخلفة استشهاد 8 أشخاص جلهم من الأطفال والنساء. مصير عائلتي اللحام والقرة سبقتها إليه مئات العائلات الغزاوية هنا استشهادا تحت القصف والردم، بعدما حولت الغارات أفرادها إلى أشلاء وأجساد متفحمة يصعب التعرف على هوياتها. ثلاث قذائف متفجرة دون أي تحذير، جينا هرانا إلى المكان اللي نرى ماذا يحدث، فلقينا معظم الناس كلهم أشلاء، مختفية الملامح، متفحمة، لا أكثر من 50 شهيد، ومش معروف في منهم معروف هويتهم وفي أحد غير معروف هويتهم. تتواصل الضربات الإجرامية من قوات الاحتلال على قطاع غزة، وترتفع معها حصيلة الشهداء الفلسطينيين وسط تخوفات دولية متصاعدة من تحول القطاع المحاصر إلى ساحة مستباحة لارتكاب أفظع المجازر في حق الفلسطينيين.